برحاب القرآن طاب اللقاء وحال الود بيننا والإخاء وعلى رابعنا قام الصفا حين هبت نسائم أخوية في كتاب الله الهدى للأنام واحتماء من باطل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نسمات أخاوية برنامج من إنتاج مركز إرشاد وبتنظيم مشترك مع قناة الأنس الفضائية. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أكاذيب الحضارة الغربية المعاصرة كثيرة جدا، ولكن لعل من أشد هذه الأكاذيب قبحا قول القائل إن النسوية تدافع عن حقوق المرأة. شيء لا أبينا، خصنا نعود نحيو هذه المعاني الكبرى في أذهان الناس، أن هذه اللغة فيها النجاة. كيف يمكن أن تتعامل بعد المال؟ تتعامل معه وفق ما يريد صاحبه، وصاحبه والله سبحانه وتعالى، والله حبب إليك أن يكون هذا المال وسيلة لك ومطية لك إلى الجنة. برحاب القرآن طاب اللقاء وحال الود بيننا والإخاء وعلى رابعنا قام الصفا حين هبت نسائم أخوية في كتاب الله الهدى للأنام واحتماء من باطل الأفهام. هو الحي لا إله إلا هو فدعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين.